الأسباب اللي تخلي الخوة ما يتهدروش كاين بزاف، منهم الورث، قادرين يتضربوا على الورث، علاه جلزوا جوج دور وما مش حيدوهم للآخر ميم با. منهم العروسة تقدر تدخل تفرق شغل انت تبني وهي تدخل تهدم، تقدر تكون سحر هكا من لا فامي يجيك بلا سبة باينة هكا غير حسد يديروا السحر الله يهديهم إن شاء الله. يقدر يكونوا ألف سبة، يقدر يكونوا هما أون بيغسون زي كي عاشوا وكي تربوا جافيين، واحد ما يحوس على واحد، تربوا في المشاكل تربوا جافيين، كاين ألف سبب. صلة الرحم خيط يوصلك للجنة، خوك أهم حاجة في الدنيا، ما كاين لا صاحبك لا حتى واحد، تروح وتدور وتلقى خوك، ما كاش كيما خوك ما يكذب عليك، خوك هو الصح ولا فامي حاجة كبيرة بزاف، وتلقاهم غير هما في الآخرة ما تلقى حتى واحد.